المذر بورد الداخلي ده بشغل داتا وبشغل سادة من البلوك ده. وعندنا هنا بطارية سيمو بحفظ لنا التايم عندنا المروحة دي المشغلة السي بي فان بتاع البين ليس بروسيسر. عندنا هنا الانبوت او البوت سوكتس. وعندنا هنا البي سي اي ده الخيارات للانبوت او البوت سوكتس بتاع الساون ادابتر او السكرين ادابتر. واحد في الطرف هنا الخيار الثاني هنمشي نشتري بي سي من الدكان عشان نركب وين نركب في البوكس الواحد من الشرائح ده عشان نشوفه لنا. يكون الخيار بديل ما حنجد على المذر بورد لكن هنشوفه لنا هنجيب شريحة من شريحة بتاعت صوت مشغل صوت من برا هنركبه هنا. This is all.